استاذ مساء الخير إليك. شو الأخبار عندك الليلة؟ إذا مشاهدينا طقس مستقر صيفي عم بيسيطر على لبنان، جو الليلة بداية رح بيكون غائم جزئيا، رح نشهد ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة أقصاها لليلة بتسجل 24 درجة ببيروت، 22 صور وطرابلس، 12 بالأرز، 17 حسبية، 16 بزحلة، وبعلبك 19 درجة. جو بكرة مستمر غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتوصل أقصاها ببيروت ل 33 درجة، 21 بالأرز، 31 بزحلة، وبعلبك 27. إذن لبكرة الرياح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية حال البحر معتدل، حرارة مياه 29 درجة، أما الرطوبة بتتراوح بين 55% و85%. إذن كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ مثل ما ذكرنا طقس مستقر للسبت والأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و33 درجة، التنين والثلاثة يصبح مشمس إلى قليل غيوم، أيضا 33 درجة لنهار التنين، ارتفاع بسيط بالحرارة لل34 درجة إذن لنهار الثلاثة. هذا كان كل شيء، أكيد مزيد من التفاصيل بتلاقوها بنشرة بكرة، وهلأ أعود لكم ديما وماري. شكرا إليز.